نصب الأمين العام الولائي لحزب الحريات والتنمية بوداي بي إل دي مكتب لاتحاد النساء واتحاد الشباب بهدف تعيين المكاتب لتجهيز الانتخابات المقبلة. في كلمته الأمين العام الولائي لبي إل دي بوداي فضل الله عبد الله طلب من الأعضاء الجدد القيام بواجبهم وتوعية المناضلين والمناضلات للحزب ليكونوا خلفهم لصالح الحزب، وطلب أيضا من المناضلين الصبر والتعاون هو الحل الوحيد لإنجاح أهدافهم. هذا يعتبر انه عمل تكليف ليس عمل تشريف. الحزب من اجل الحريات والتنميه له عده سنوات. من جانبهما الامين العام لاتحاد الشباب روضه الضيف ادم والامين العام للنساء خديجه صالح وضحنا بان هذا الحزب للحريات والتنميه اعطى فرص للشباب ليساهموا في السياسه وهذا يؤدي الى تنميه المراه، ونذكر ان المكتبين يضمان 24 عضوا بقياده كل من روضه الضيف ادم وخديجه صالح.